بسم الله. نتخيل ان احنا عندنا مثلا مبنى وعايز اشوف المبنى الجديد هيشوف كل اللي حواليه ولا في مباني بتغطي على المنظر. يعني لو قلت له مثلا عايز ارسم زون مثلا في المنطقة ديت، وكان في مبنى تاني موجود هنا، تمام، مبنى اهوت، وفي مبنى اخر هنا مثلا، واعتبر ده مش مبنى مثلا، ده النيل مثلا، فانا عايز اشوفه وانا من مكاني هبدأ اشوف النيل ولا لأ، تمام اهو. خلي الصغير شوية، تمام اهو. هبص كده في 3D هيطلع معايا بالشكل ده. طيب المبنى دوت، هنتخيل المبنى ده كبير شوية، هدوس رايت كليك والف بالمبنى اهوت، ده المبنى بتاعي. هدخل على الخصائص بتاعته، تمام، وهبص على الزد وهعلي الزد على قد ما اقدر، تمام اهو. فانا عايز اشوف الشكل دوت هيشوف المبنى ده ولا في اجزاء مش هيشوفه. خلينا مثلا نكبر المبنى ده شويه، بدل ما هو كده خليه مثلا 5 متر، ماشي تمام. انا عايز اشوف المبنى ده هيشوف المبنى دوت ولا في اجزاء منه مش هتشوفه. ممكن مثلا يكون هنا في نافوره، في ملعب، في حاجه معينه انا عايز مهتم بيها يعني، تمام. فهاجي اعلم على الحيطه ديت لان هي دي الحيطه بالنسبه لي المهمه، وهاجي هنا في اناليسيس جريد، هظبط الجريد على الحيطه ديت، تمام. هاجي هنا اقول له اوتو فيت جريد تو اوبجكت اهوت. طيب ده موجود على اني جريد؟ ده موجود على الزد والواي، فاقول له ظبطولي على الزد والواي، اوكي تمام. هو حطه على هنا، هقول له خليه لي 0، هو جريد رجع شوية، خلينا نعمل سيلكت على العنصر دوت، اوتو جريد، تمام، اكس اوفست 0، تمام. طيب هبدأ بقى اقول له انا عايز اشوف من هنا انا هشوف المبنى ده ولا لا، تمام. هو هيبدا يشوف اي مباني، يعني مش لازم احدد له دوت، لا انا احدد المبنى اللي انا عايز اشوفه، هو هيبدا يعمل اسقاط ويبدا يشوف المبنى هعرف اشوفه ولا لا. فهقول له كالكوليت فيجواليتي اناليسيس، تمام. فبيقول لي انت عايز تفحص ايه؟ عايز تفحص امكانيه رؤيه المبنى دوت ولا عايز تفحص امكانيه الرؤيه من شباك معين؟ فبقول لا، امكانيه الرؤيه من العناصر ديت. بيقول لي انت عامل سيلكت ولا لا؟ انا عامل سيلكت. بيبدا يشوف الجريد سايز، اوكي. فبيبدا بقى يشوف زي ما انت شايف اللون الازرق ده، يبقى انا كده مش هشوف حاجه خالص. اللون الاحمر يبقى انت هتشوف المبنى، ودي حاجه مهمه جدا في موضوع حتى الدراسات العسكريه، ان انت في مكانك هتشوف العدو وهتشوف الحاجه ولا لا، تمام. فدي نقطه مهمه جدا بيعملها برنامج الاوتوكاد بكل سهوله. قائمه الكالكوليت دي قائمه غنيه جدا بالحسابات وحاجات قويه جدا.